السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أفضل منصات ذكاء اصطناعي متخصصة في تحويل الكتابات لصور. طيب أول حاجة عندنا Leonardo.ai، ده مجرد تكتب له تكست يبدأ يكون لك الصورة، وفي شوية مزايا. أولا هو شبه مجاني لأن هو بيديك 150 نقطة كل يوم، فتقدر تعمل كل الصور اللي أنت عايزها، ومش مطلوب منك إن أنت تعمل كريدت كارد عشان تشتغل عليه أو حاجة زي كده. لا، تقدر تديله بس الاسم وتعمل حساب وتبدأ تشتغل معاك عادي، أو تقول له حمل التطبيق تمام وتبدأ تدخل عليه عادي خالص. دي بعض الصور اللي اتعملت، أنا جربته وكان الأداء بتاعه رائع جدا يعني ممتاز. فنقدر نقول له عايزين نبدأ نجرب اهوت. طيب نشوف الفكرة بتاعته ايه. أولا هو بيديك كل شوية رصيد، فأنت تقدر يوميا بيديلك رصيد جديد وتقدر إن أنت تستخدمه زي ما أنت عايز. وعندك هنا الادوات AI Image Generation، وتقدر AI Canva برضو تقدر انت تستخدمهم. دي بعض الصور اللي انا استخدمته في ان هو يعملها لي، اغلبها كانت في الحضارة المصرية. مجرد تكتب التكست هو بقى يبدأ يكون الصورة، واي صورة فيهم تقدر تدوس عليها وتقدر تعملها داونلود، تقدر انت تكبرها، تقدر ان انت تحذف الباك جراوند زي ما انت عايز، تكبر الصورة. طيب هنا مثلا اقول له بقى ان انا عايز قدماء المصريين بيلدينج او هوم، وتقول له انا عايز الحاجة دي مثلا تبدأ بقى الستايل اللي انت عايزه، انمي كرييتيف انفايرمنت، كل الكلام ده تقدر تقول له جنريت ويبدا هو يعمل لك صور جدا بشكل دوت. وطبعا لو انت عملت كرييت بيبدا يديك قدرات اعلى. انت ممكن تقول له انا عايز 3 صور او 4 صور، هو كان الافتراضي بتاع 8 فهو بيعمل 8 صور دلوقتي. ودي طبعا تقدر تتحكم في برنامج ماجيك، تقدر بابليك ايمج، تقدر تتحكم في الصور اللي انت عايزها زي ما انت عايز. في خاصية image to image، يعني انت بترفع صورة من عندك وتديله تعديل معين فهو يبدأ يعمله لك. احنا طولنا شوية في ليوناردو لان كل اللي هيجي بعد كده نفس الحاجات. تمام، هنا الويتس والهاي اللي هو الدايمنشن اللي انت عايز الصورة تطلع عليها بالشكل دوت. ممكن تقول له بقى ايه انا عايز الموديل اللي انت بتشغل بيه، مثلا احنا هنشغل مثلا دي جولا موديل، ممكن تقول له 3D animation style وتقول له generate. خلينا نقول له 4 صور بس عشان ما ياخدش وقت ونقط. فعمل لي صور بالشكل دوت. طيب بعد كده نشوف الموقع التاني Playground AI، ده برضو موقع جربته وكان امكانياته حلوه. ده بيديك كل يوم 1000 صوره، فانت محتاج ايه اكتر من 1000 صوره؟ خلينا نعمل لوج ان. فهو بيقول لك ان في امكانيات ان انت مثلا تقول له عايز احذف الخلفيه مثلا، يعمل لها ريموف. ويلكم تو كانفا، في بعض المزايا الاضافه الجديده فهو بيشرحها لنا. طيب دي الفكره، عندك امكانيه ان انت تبدا الشغل او بيشرح لك كل حاجه. كل اللي عليك ان انت ممكن ترفع له صوره وهو بيبدا يعدل عليها، تقدر تكتب له تكست وهو يبدا يحولها زي ما انت عايز. فنفس فكرة النهارده، موقع سهل وبسيط. أهم حاجة بالنسبة لك تختار فلتر لأن بيفرق كتير جدا. مثلا عايز صورة قديمة شوية، وخلينا نقول له مثلا ونقول له ابدأ اعمل لنا الصور، فهو يبدأ يكون لنا الصورة. وتقدر طبعا تتحكم في انهي موديل اللي هيشتغل، يعني هو لك بالاي ولا ستيبل ديفيجن ولا بص دي صور كريتك كانها مصوره مثلا، حاجه زي كده. تقدر تشوف الكواليتي، تقدر تعدل الصوره. وده بيديك كل يوم 1000 صوره، مش محتاج اكتر من كده. فموقع من المواقع الممتازه ما شاء الله. طيب بعد كده هتلاقي Firefly.ado، ده شركه ادوب عاملاه، وتقريبا الحاجات دي الامكانيات اللي موجوده بتنزلها بعد كده في الفوتوشوب، وبتنزلها في الاستريتور والبرامج بتاعتها، وبقينا عاملها بحيث ان الناس تجربها اونلاين وتاخد فكره، ونزلت خلاص في قلب البرامج بتاعت شركه ادوبي.
هو تقريبا لسه بيحمل عليه ضغط او حاجه كده. طيب تعالى نشوف بقى الموقع ده، كليب دروب برضو من البرامج القويه اللي انا استعملته من زمان جدا، لكن بقى كل شويه بيزود فيه شويه حاجات. هو مجاني، بيديك 10 صور كل يوم، وهي انت شركه ستابيليتي اي اي، ودي من الشركات القويه اهوت، دي عامله الستيبل ديفيجن، تقدر تجربه زي ما انت عايز. ودي التولز اهيت ان انت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. عندك مثلا ان انت تقدر تكون صوره، تعمل كرييت للصور، ان انت تعمل انكروب، يعني تختار صوره صغيره وتقول له طب ايه اللي ممكن يكون جنب الصوره دي، فهو بيتخيل، هو مش بيرجع للمستقبل ولا حاجه، هو بيتخيل. وممكن تديله صوره وتطلع لك كذا صور منها، ممكن اعدلك الاناره في الصوره، ممكن احذف لك الخلفيه، ممكن ينضف لك الصوره، يكبرها لك بجوده عاليه، ممكن يعمل تكست ريموف، يشيل لك التكست عشان تكتب بقى زي ما انت عايز، يغير لك الخلفيه. فكل دي امكانيات جميله جدا. طيب خلينا نشوف فكره هنا تولز اهوت، تقدر تكتب بقى اي حاجه هو يبدا يعمل لك الصوره دي، تمام. ودي شويه صور اتعملت قبل كده، فانت ممكن برضو ايه تغش منهم الصور. والجميل بقى ان حتى لو انت استخدمت نفس التكست، هو مش هيعمل لك نفس الصوره، هو هيكريت صور جديده. طيب بعد كده الموقع اللي هو الجميل دوت، بدأ الصورة هي طلعت. طيب البلو ويلو ده بيشتغل على الديسكورد، لازم تدخل على الديسكورد عشان يبدأ يشتغل معاك. والميزة فيه ان هو مجاني، يعني نفس الشرح اللي ممكن نقوله في الميدجورني هو اللي موجود في البلو ويلو، لكن هو الميزة بتاعته ان هو مجاني وما بيشتغلش غير على الديسكورد، لازم يكون عندك حساب على الديسكورد، هو اوبن سورس الديسكورد دوت. طيب ده على سبيل المثال، وده هنلاقي تطبيقات كتيرة بتشتغل بنفس الفكرة. لو دوست هنا بيبدأ بقى يقول لي اكتب اللي انت عايزه. فمبدئيا في كله بتقول له انا عايزك تتخيل لي imagine. طبعا مش ده البرومت الوحيد اللي موجود، في برومت كتير جدا، زي ممكن اقول له اوصف لي الصورة اللي انا هديها لك، وادي له صورة وهو يوصفها، لكن ده الاشهر اهو. وتبدا بقى تكتب له اي حاجه وهو يبدا يكون لك الصور، تمام، يعني زي صوره الباندا مثلا اللي فوق دي، فهو يبدا ان هو يكريت لك الصور وبيديك كذا صوره، وانت بقى تبدا ان انت تختار. لو تلاحظ انا عندي كذا حاجه موجوده هنا، تمام، يعني غير البلو ويلو دوت، يعني عندي حاجات ادوب فاير فلاي اهوت، عندي ايه تاني، ده برضو بيعمل صور، بلاي جراوند اي اي اهوت، ليكسيا ده من الحاجات الحلوه، ليوناردو دوت اي اي موجود برضو، نايت كافي برضو موجود، كل دول بشتغل بيهم. والميدجورني، الميدجورني الاول كان مكانش لسه اشتهر، فعملوه مجاني وتجريبي، لكن بعد كده خلاص سواء حساب قديم او جديد لازم يكون بفلوس، تمام. دي الصور، ال4 صور، فانت بتختار اي واحده فيهم اللي انت عايزهم، وتختار الاصدار، يعني بقول مثلا كبر لي رقم 1، كبر رقم 2 3 4، والاصدار اللي انت عايزه، مثلا ركز على الاصدار الرابع مثلا، وهكذا. طيب ندخل بقى على الموقع اللي بعده، بيج جي بي جي. بيج جي بي جي هو مجاني، وتركيزه كله ان هو بيكبر الصوره، بيعمل اب سكيل، يعني تديله صوره وتقول له كبر لي الصوره. طيب ندخل بقى على اللي بعده اللي هو ليا بيكس، ده مجاني جزئي، يعني بيديك كمية، لو عايز اكتر بتدفع فلوس، لكن ليك ان انت تجربه، مجرد بس ان انت تعمل حساب وتبدأ تشغل بيه عادي خالص. ممكن ترفع صورة وتقول له عدلي على الصورة ديت. طيب عندنا برضو الموقع دوت فري بيك، ده بيديك كل يوم 10 صور، تبدأ تقول له ايه الصورة اللي انت عايزها، وتختار الستايل، وتقول له جنريت. فيبدأ يعملها لك، وممكن تغير الستايل، تقول له أنا مش عايز ستايل جنريك عام، لا أنا عايز ستايل خاص شوية، أو يعني أختار الستايل اللي موجود، وتقدر تعمل إيديت للصورة، أو عايز تحملها تقدر أنت تحملها. مثلا هقول له أنا عايزها 3D مثلا، يبدأ بقى يعمل لي الصور، وتقدر أنت تتحمل
الصور، ليك 10 صور يوميا، فبعد شوية تبدأ تنزل لي الصور. طيب الموقع اللي بعد كده، الموقع دوت من المواقع المجاني، بتقدر تحمل اي موديل انت عايزه وتبدأ ان انت تشتغل عليه. خلينا نختار بيلدينج، هيبدأ يجيب لنا صور خاصة بالمباني، وتقدر تكريت صور زي ما انت عايز. ويقول لك البرومت اللي استخدم في تكوين الصور دي ايه، بحيث لو انت عايز تعمل حاجة زيها تقدر ان انت تعمل صور زي ما انت عايز. طيب الموقع ده من المواقع الظريفة، بترسم اي سكتش وتقول له انا مفكر ان دي ايه، تمام؟ يعني تقول له كلير وتقول له مثلا ان دي قطة، فتبدأ ترسم كده شخبطة شخبطة القطة، هو يعمل لك صورة قطة حقيقية بقى. مش تقريبا رسمت باتمان حاجة زي كده، تمام؟ فهو يبدأ يحاول ان هو يخلي لك صورة كأنها متصورة، او يعني صورة حقيقية، صورة جميلة. طلعت معانا بالشكل ده. طيب تعال بقى نشوف اللي بعده، ده في فترة التجريبية هيبقى مجاني، لكن بعد كده مش عارفين هيبقى فلوس ولا لأ، لأن هو لسه نازل. بيحول أي رسم فيكتور، اديله أي صورة هو يحولها لك لفيكتور. الفيكتور ده اللي هي الرسومات المتجهة زي برنامج الستريتور. طيب بعد كده هندخل على الماجيك، ماجيك بوستر ده برنامج مجاني مع الحاجات 6 أبعاد ووضع الشخصيات، بحيث ان انت تختار الشخصية اللي انت عايزها، يعمل يعني لك بالشكل اللي انت عايز، تقدر ان انت تسيفها زي ما انت عايز. طيب بعد كده ديفيجن موديل، برضو تقدر تكون صور ثلاثية الأبعاد زي ما انت عايز. هنا عندنا اللي هو بيك فايندر، ده يفيدك في ايه؟ بيقدر تديله تكست هو يحولها لك لصور، وهو بيديك في حدود 200 صورة، تمام؟ وتقدر ان انت تستفاد من المزايا دي. هو انا عمل ايه؟ دور في قلب النت على في البرامج اللي هي بتكون صور، او الموقع اللي هي بتكون صور، وبيبدأ يجيب لك كل الحاجات اللي موجودة. طيب الموقع دوت بيشتغل برضو على فكرة الستيبل ديفيجن، بحيث ان هو يكون صور، ومثل ان هو مجاني وتقدر تعمل بيه شوية صور كويسة. تقدر تخش هنا في البرومت وتختار البرومت اللي انت عايزه. طيب ده موقع اللي هو بينج، اللي هو محرك البحث، فتقدر تكريت صور زي ما انت عايز، تكتبها هنا وتقول له اعمل لي الصور. هو ميزته ان هو معتمد على ديل اي، فالاداء بتاعه عالي جدا يعني، هو حتى الان مجاني لان هم لسه بيجربوا الفكره دي. طيب ديل اي ده بفلوس، لكن هو ممتاز يعني، الاداء بتاعه كويس جدا. هو تبع اوبن اي اي، لكن ليك ان انت تجربه ببلاش، وجربته وعملت بيه شغل حقيقي كتير جدا يعني. وميد جورني من الحاجات القوية جدا، لكن للأسف لازم اشتراك بفلوس عشان تقدر تعمل صور، لكن هو يعتبر أعلى أداء. أنا شخصيا يعني بالنسبة لي بحب جدا الديل إي، وبحب ليوناردو، والباقي كلهم زي ولادي يعني، كويسين مع بعض. تمام، تيجي هنا وتقول له اعمل لي الصورة وتقول له جنريت، وهتلاقي برضو صور كتير جدا نعملها في الجنب اهيت، وكان صور فعلا مباني وحاجات بيم وحاجات زي كده، وقدر ان هو يعمل لي حاجات وفرت عليه وقت، ويمكن انت ترفع صورة وتخليه يعدل فيها زي ما انت عايز. طيب اخر موقع بقى اللي هو بيكس ارت، تقدر برضو تديله الصور اللي انت عايزها وتقول جنريت، فيبدأ ان هو يكريت لك الصور زي ما انت عايز. وده مجاني جزء يعني، بيديك مجاني، لكن لو انت عايز امكانيات اكتر لازم تكون بفلوس. لو في مواقع جربتوها يا ريت تكتبولنا في التعليقات، ومتنسوش لايك وشير.